انا بالنسبه ليا ما كنامنش ابدا بالمواضيع ديال التصويتات ديال هاد البرامج ريل تي في، برامج الهوات. انا ما كنامن بالتصويت، وخاصه في الفتره اللي انا كنت فيها ما كنامنش بالتصويت. علاش؟ لان واش بغيتي تجي تقنعني باللي حنايا النسبه ديال شحال من الناس ما عندنا في المغرب؟ خلي غير كازابلانكا خويا، غير كازاب بوحديتها باش ما نقولوش النسبه ديال النسمة عاد لبنان كامله كامله وكتبقى كازا غلباها. حتى العساك حنا المغرب، وحنا ديك الساعات كانت طلقت التصويت طلق بفابور، طلق بالفابور، وغير التصويت ديال الناس ديال العالم العربي كامل. فكان الموضوع شويه يمكن انا تنقول ما عرفت هو كان كيستاهل، مي انا تنقول الموضوع ما كانش مصداقيه 100%، كانش مصداقيه 100%. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.